السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. ما زلنا في متابعة آخر التصريحات بخصوص تعديل رئيس الجمهورية أو اعتزام تعديل المرسوم الانتخابي، وجملة من القراءات وردود الأفعال من خصوم رئيس الجمهورية، من حقوقيين، من أساتذة قانون، من أساتذة تاريخ، متنوعة الحقيقة، حتى من مواطنين عاديين كنا تابعنا بعض التعليقات. اليوم نحكيه على رفيق عبد السلام صهر الغنوشي اللي كتب تدوينة على ملف القانون الانتخابي وإمكانية يعني طرح التزكيات وغيرها. كتب تدوينة قال فيها حرفيا بين ظفرين الكلام اللي باش نقوله. قالوا عبد السلام يقول فعلا وصلت مع الحكم السعيدي غير السعيد إلى طور مزرعة محروس بأتم معنى الكلمة، وليس ادعاء أو مبالغة. هل رأيتم قانونا يصدر عن إرادة الحاكم بأمره ثم يتم تعديله بإرادته الذاتية والمزاجية في مدة وجيزة بعد أقل من شهر ونصف فقط من كتابة قانونه الانتخابي الخاص، والذي زرعه ألغاما وفخاما أو عفوا وفخاخا في كل فصوله، الآن يعلن الحاكم بأمره عزمه على تعديله بزعم أن التزكيات أصبحت تباع وتشترى، وهو يعلم علم اليقين منذ البداية أن الغربال الانتخابي الذي صنعه على مقاسه سيكون مدخلا للفساد والفاسدين، ولن ينفذ منه أو لن ينفذ منه إلا المهربون والمتحيلون وأصحاب السند من العروش ورجال المال. الحقيقة التي لا يريد أن يقولها قيس سعيد أنه وقع في الفخ الذي نصبه لغيره وسقط ضحية شر أعماله ومناوراته. فالقانون الذي هندسه بغرض استبعاد الأحزاب والكتل السياسية المنظمة لم يحقق أغراضه فعلا، لأنه ولد حالة من الشلل عند المجموعات الهامشية والمجهرية الموالية له بسبب عجزها عن الحصول على عدد التزكيات المطلوب وفق القانون الانتخابي السعيدي. فنتج عن ذلك استبعاد الحلفاء قبل الخصوم، ومن ثم مقاطعة بالأمر الواقع. فما هي الأحزاب السعيدية التي تستطيع الوصول إلى 400 تزكية منصفة بين الرجال والنساء؟ من ضمن 400 125 شابا دون 35 سنة، هو مشروط 100 فقط. به يقول الواضح أن ما يريد أن يفعله قيس سعيد الآن على سبيل المناورة والخداع كالعادة هو التخفيف من العلو الشاهق في قانونه الانتخابي حتى يسمح لبعض الدكاكين الحزبية الفارغة التي ولد الكثير منها للتو على طريقة الأكلات السريعة فاست فود من دخول برلمانه الهامشي وتزيين مشهد سياسي قبيح ومولد للفساد والفاسدين. هل هناك مسخرة أكثر من هذه؟ قانون يكتبه ساكن قرطاج بنفسه ويعدله بنفسه ودستوره، خطه بنفسه ثم رجعه وصححه بنفسه وإلى غير ذلك. يقول سلمني على الهيئة الوطنية اللامستقلة للانتخابات المستوطنة إلى غير ذلك، يعني من الانتقادات. به تصريح جديد لسمير ديلو القيادي المستقيل من حركة النهضة يكشف فيه ويحكي على ملفات فساد ومشروع، خليني أقول كما قال هو مشروع ملفات فساد. القيادي في جبهة الخلاص الوطني حاليا سمير ديلو قال بأن شركات الأهلية ستمثل مشروع ملف فساد، ويقول ديلو أن هالشركات هذه ستصبح يوما ملف فساد، ويأكد باش يجي نهار ويفتح فيه ملف الاستشارة الوطنية، ونفس الشيء بالنسبة للشركات الأهلية على حد تعبيره، ويقول بأن شركات الأهلية بمثابة بيع الوهم الفكري للناس باعتبار أنها مشروع غير قائم على اعتبارات اقتصادية على حد تعبيره. في بقية أخبارنا، خبر آخر بخصوص رضوخ
النقابة الوطنية لقوة الأمن الداخلي، خاصة بعد يعني 600 مليون اللي لقاهم في المقر، وبعد زاد الحسابات البنكية اللي فتحوها ولقاوا فيها أموال هامة أيضا. اليوم نلقاو نقابة قوة الأمن الداخلي أعلنت أمس عن تأسيس الهيئة الوطنية لتوحيد العمل النقابي الأمني، وأكدت النقابة في بيان لها أنه تأسيس الهيئة يأتي تجاوبا مع الرغبة الملحة للقواعد الأمنية في التنظم ضمن هيكل نقابي واحد وإنهاء حالة التشتت والتشرذم النقابي. سبحان مغير الأحوال، بعد 600 مليون وبعد الحسابات البنكية تبدل موقف النقاب. تعرفوا وقت لقاء قيس سعيد، وقت اللي استدعى وزير الداخلية إلى قصر قرطاج بعد مدة من حفلة صفاقس اللي يحضر فيها لطفي العبدلي، قال له بأنه ممنوع الإضراب وممنوع أنه أمني يمتنع على الخدمة بتاعه، وهذا إضراب مقنع وبالدستور مش مسموح له أنه يعمل إضراب سلك الأمن، ودعاه إلى أنه يتقدم يعني هكا يعمل خطوات في مسار توحيد النقابات الكل في هيكل نقابي واحد، يعني حل كل النقابات وجعلوا هيكل نقابي واحد لخطر في تشتت النقابات. تعرفوا التوينسة شنو رايهم في النقابات، فما الباهي وفما الخايب في كل بلاصة أو في كل سلك، ولكن فما بعض الممارسات اللي ساعات تسيء للعمل النقابي الأمني إلى غير ذلك. فما قرارات ساعات ياخذوها، معناها وزير داخلية مرة سمعت له في فيديو يقول لك نقابي أمني ياخو قرار من راسه، المفروض مثلي في احتجاج في أي حكاية صايرة معناها فما تعليمات تجي، يقول لك النقابي الأمني ولا هو أقوى حتى من الداخلية، هو اللي يصدر التعليمات وهو اللي يعمل كل شيء، ما يقولوا لهم انسحبوا ما ينسحبوش، يقولوا ما تنسحبوش، معناها هما ينجموا يتصرفوا كيما يحبوا هما من غير ما يرجعوا للوزارة وللجهات المعنية. فبالتالي يجي هذايا في تبريرات وزير الداخلية. اللي صار هو انهم كانوا رافضين، بعد ما قال رئيس الجمهورية هذايا كلهم رفضوا، عملوا اعتصامات وصارت ايقافات وصار زادا معناها عنف ومناوشات بين الامنيين والنقابيين في صفاقس الى غير ذلك. اليوم واللي يقولوا والله عنا رغبة وملحة ايضا في للقواعد الامنية في التنظم في هيكل نقابي واحد، وتقول نقابة اللي هي ساهمت في تأجيج نار الفتنة وخلق جو من التوتر والانشقاق في صفوف منظوري المؤسستين الأمنية والسجنية، واتهمت بعض العناصر النقابية القيادية، هذه راهي النقابة تحكي، واتهمت بعض العناصر النقابية القيادية بالإصرار على رفض مشروع التوحيد ومواصلة التمشي في خيار فاشل للمحافظة على مصالحها الخاصة وما تنعم به من امتيازات باعتماد سياسة التعنت والاستقواء والصدام حسب ما جاء حرفيا في البيان. تقول أيضا النقابة، نقابة قوة الأمن الداخلي، أنه تأسيس الهيئة هذه يجي للحفاظ على المكسب النقابي من الانهيار، وإيمانا بضرورة تصحيح من المسار النقابي نحو الأفضل وتحقيق المطلب الملح للقواعد على حد تعبيرها. وتقول بأنه المشهد النقابي الأمني يمر بأزمة والحل حسب رأيها في توحيد النقابات الأمنية.